السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ انا الان موجود في لوس انجلوس، طبعا وصلت لكني في الليل، وحاليا موجود في اشهر شارع في لوس انجلوس اللي هو اللي فيه اسماء المشاهير كلهم وكذا. خلنا اوريكم لفه سريعه. هذا الشارع، وهناك في الارض في نجوم كثير مره، كل المشاهير وذا. راح اتمشى في الشارع يا جماعه، نشوف لنا لو في لقمه كذا. في برضو متحف المشاهير وذا، خشوا عليه نشيك عليه. ان شاء الله انكم تستمتعون معنا في الفلوق، وشكرا مره كثير على تعليقاتكم في الفلوق اللي قبل. صراحه انبسطت وانا اقراها كلها، وكثير يسالون مين اللي معاك، مين اللي صاحبي معاي، بس انه مو مشهور ولا يحب يطلع. فبس يلا خلونا نشوف اما مطعم ولا المتحف على طول. شباب هذه النجوم اللي اقول لكم المشاهير، شوفون الشارع كامل مليان ما يخلص لين اخر شيء. يا جماعة جالس أتمشى وأشيك على الأرض الأسماء حق المشاهير وكذا، أوكي؟ يا أخي كيف كذا؟ شوفوا شوفوا جودزيلا، ديناصور حاطينه، واسمه بندريتا ما في إلا الآن ما لقيته يا أخي، إيش الوضع؟ شباب اسمي أهو. دقيقة دقيقة قبل ما تكملون يا جماعة، لازم الكل يدخل على الرابط اللي في الوصف ويصوت لي في جوائز الجوي أوردز بأفضل مؤثر. إن شاء الله إن نفوز بهذه الجائزة، الكل ضروري إنه يصوت لي. تكفون اللي يسحب يا ويل اللي يسحب. فراح أحط لكم يا جماعة رابط التصويت، مرة سهل، تحمل تطبيق جوي أوردز وتسوي حساب وتدخل تلقاني أفضل صانع محتوى، تعطيني واحدة تصويت كذا. ما بقي شيء على الحفل، إن شاء الله إن نفوز، الكل يصوت وضروري ينشروا في كل مكان هذا التصويت، تمام؟ خلوا الكل يصوت لي، اهلك، اصحابك، العامل اللي في البقاله، اي واحد عادي راضي، ما عندي مشكله، اهم شيء اننا نفوز، ان شاء الله انه نفوز. والان اخليكم مع تكمله الفلوق. جوائز عندهم الاوسكار وعليها اسماء، افضل اب، افضل ام، افضل اخت، افضل اخ. تم الدخول يا شباب. ايوه العاب، عاد هذا معروف، ذا معروف المعضل والله، ديم ياخذ تفاصيل ديم والله. اوه ماي جاد، ديم اسطوري والله يا اخي، جاني ديم الافضل، سوي له سفينه كامله تشوفونها، سفينه كامله العاب، حاط لنا اشياء عشان تتصور. تعطيها كذا والله، يعني في البحر كذا قرصنة يا شباب، قرصنة. ها شو المسكة غلط اصلا، ماسكة غلط كذا والله ديم. يلا يلا اللي بعده اللي بعده نشوف ايش فيه. بسم الله. اوه ماي جاد عزيز، شوف هذا ممثل عزيز المفضل. وهنا عندنا يا شباب ادم ساندلر، احس امه مو مره يشبهه ولا اسطورتي طبعا كيفن هارت للابد، الاسطورة الابدية. وهنا هذا الممثل برضو، واو والله التفاصيل يا اخي جنوني يا جماعه، شيك لي على الدقن والبشره كيف كذا. الله صوره مع كيفن هارت الحب يا اخي، بس الله قصير يا اخي الادمي ذا. يا جماعه شوفوا دحين احنا في الممر هذا، في خيارين، في تروح يمين رعب وفي يسار المتحف. ايش نختار؟ يلا رعب بسم الله. اوه يا عيني يا عيني، وفي دراكولا، دراكولا يا شباب. مين خرج من الموت؟ يوه هذا فرانكنشتاين مدري. وفي وراه سكريم، شيء يجري هذا دين. كيف تنفع ثمنيل صح يا شباب؟ ايش رايكم ثمنيل نخليها؟ يرن التلفون يقطع من الرعب. واو لا يا جماعة، لا 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 لا، أنا ما توقعت يا جماعة والله ما توقعت. أوه ماي جاد، رعبي الأبدي النهائي هذا الفيلم، شوفوا إليانز، لا إله إلا الله، كان أخاف أموت رعب من هذا، هذا رعبي الأبدي. شوفوا الجمجمة حقه، تخيل أقرب منه يكوشمني ولا شيء. بسم الله. أوه ماي جاد، يقول لك على المرء أن يتخطى مخاوفه عشان يعيش. وش فينا؟ انا احس الرعب جالس يزيد. بسم الله. اوه ماي جاد، يقلع شكله. هاي ذا ووكينج ديد ذا ولا مين؟ اوه ذا سايلنس اوف ذا لامز. اوه ماي جاد مان، جاد دام. اوه جيكسو، هاي شوفوني انا في الشاشه موجود، انا هذا في الشاشه. هاي في صوت جالس يطلع جيكسو، ايش؟ اوه ماي جاد،
سمعتوه جالس يقول اللي ما يشترك راح العب معاه لعبه. طب كيف ما ندري. اوه سترينجر ثينجز. اوه هنا الكوليكشن حق اساطيري. اساطيري الكوليكشن. اقطع شكله طلع صوت. اوكي شباب طلعنا من الرعب. اوكي خلاص بعد نرجع لفه طبيعيه على المشاهير الباقي. شباب ممثل المفضل تفضل. ايرون مان روبرت دريد جونيور. هنا مين؟ والعوب هذا مسوي له ثيم كامل يا اخي دائما اكشن حتى هنا اكشن. هذا مات ثيم اسطوره طبعا. اوه يا جماعه شيكنا على كريس برايت يا لعاب يا جماعه شوفوا من موجود انا هز ليه بس جانسينا تتنت. وهنا دروك وهنا اسطورتي جاكي شان. والله انك اسطوره قبضه النمر مع جاكي شان. خلاص خلصت الصوره. اوكي اوه ماي جاد ما ادري مين ذا بس انه فخم. ليوناردو دي كابريو والله هنا لسته مشاهير اساطير. انا باري انا بيتي انا باري انا باري بيتي. طيب شباب مايكل جاكسون يعني ليش ما عندي فكره حقين المتحف ليش بتسوون نسختين البعوده. افضل اقوى مشهور الان ايش صلاح فنيجا اقوى مشاهير حاليا في المتحف قاعدين. يا جماعه دخلنا دحين على قسم المغنيين امينيم سنوب دوغ وتوباك الثلاثي. هذا طبعا شوفوا امينيم هذا يقول لك كم جرامي 15 جرامي واوسكار. يا مين مستعب بس والله سنوب دوغ ويل سميث الاسطوره. وهذا شوفوا يا جماعه نوف راح يموت رسمي. تايلر سويفت موجوده. ها خلاص خلصنا متحف الشموع وذا في متحف جنبه على طول شامل التذكره متحف موسوعه جينيس يوريك يعني ذا شوف مثلا يعني اسمن شخصيه مدري ايش براء يعني هنا حاطينه فاهمين زي كذا. مايكل جاكسون مره ثانيه. اوه في تلعب هنا تزلف زلف وكذا يعني دحين راح اشوف اعلى طبله تجيبها. جبت ثلاثه من اشتراك شباب يا ربي يا ربي يدي انكسرت يا شباب بس اقول لكم هذا يا شباب اول شخص دخل القمر مين طيب وجهه مو باين ده تشوفوه بندرته بندرته يا شباب والعاب اطول شنب واطول لحيه يا شباب يا جماعه هذا اكبر انسان عمرا عمره 120 سنه و 237 يوم هذا اطول شيء قدر عليه الرجال ما قصر كفته وفيته ابوه. اوه ماي جاد هذا صدق شوف هذا اسمن انسان. شباب راح نسوي مقارنه بوزنه. هذا وزنه 1069 باوند انا وزني كم 178 باوند يا جماعه يقول لك يعادل يعني 38 سبيكه ذهب او عشان تفهمون يعني بمعنى اخر يعني اثنين عادل مو طبيعي عادل كيف قه هذا اطول رجل في العالم شيك العلم لك هذا واصل الدلده وهذه اقصر بنت في العالم شوف كيف هذا تقيس الطول يا شباب ستة اقدام هذا طول يا جماعه ماريو يا اخي الله اسم ماريو اسم بالوجه منتف يا جماعه هنا في غرفه اسطوريه تضغط زر وتصرخ ويحسب لك كم ذا يا شباب راح اضغط واصرخ اصرخ اقوى صرخه اعلى صوت شوفوا 144 هذا اعلى شيء في اعلى ذا واعلى شيء اليوم 135 نشوف كم دين ضعيف 114 جسم عادل ايش يسوي هنا خلاص امزح جسم للي عشان ما يزعل عادل طيب هنا نكمل المتحف دخلنا قسم الزرافات اوكي هنا يقول لك اكثر مقطع ديسلايك في اليوتيوب اغنيه جاستن بيبر بيبي لا قد تغير يا رجال معلوماتهم مغلوطه يا شباب خلصنا المتحف متحف جميل 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 جدا اوكي
يا شباب صباح، وانا حاليا قررت اني اروح ليونيفرسال ستوديوز، معروف هذه ملاهي وفيها كل شيء اسطوري. شوفون يونيفرسال ستوديوز هوليوود. الصراحه انا خايف من حاجه واحده بس، انه يقولون ممنوع التصوير ولا شيء. اتوقع في ملاهي كثير ممنوع التصوير، بس نشوف ايش يعني نقدر نصوره وايش لا. يلا يلا جماعه، لقينا يوتيوبرز. شوف شوف يوتيوبرز هنا. يعني شباب معلومة، يونيفرسال ستوديو فيها عالم نينتندو ماريو، بس ما توقع أروحه. يعني رحت في إيش اسمه، في اليابان، خلاص في نفسها بالضبط يعني. Thank you. العب 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 العب. شوف ها حركات من المصور ذا. يا جماعة خلاص أنا ما عاد أقدر أتحمل، لازم إني آكل وبعدين أبدأ ألعب وأتفرج. بس إنه الممشى أسطوري، شوفوا شوفوا. سوبر نينتندو وورد. شو من حصلت؟ هاي هاو يو دوينج؟ جود مان. يو فيلم سكول ستودنتس جست شوتينج فوتج اندسكريمينتلي مان. ان اديتور بال. اه اي جاتا تيل يو ذس از واي اي اونلي ورك وذ تيم بيرتون، اذروايز اي وونت دو ات. سي نو تو ذا بروجكت. ولا فهمت اي كلمه يا شباب. المترجم في الفيديو ترجم لنا بالله ايش قال. سألك تلو ضجست أضحك. شوف شوفوا مين. آه كيوت فرانكشتاين. لقينا مرة ثانية. هاي. والله المكان رهيب يا جماعة، مرة خرافي. وأحسن شي فيه إنه جيت يوم الاثنين، اللي هو عندهم يعني دوام وكذا، فاهم، مو إجازة. سكوبي دو، شوفوا العائلة كلها موجودة، خلنا أوريكم. يضحك. تم الطلب يا شباب، وجبة الطفل، أصابع دجاج وشوية بطاطس. أموري طيبة، أنا صرت أعتمد في المطاعم وجبة الأطفال، خلاص تختصر علي، بدل ما أطلب وما أخلص كذا. وجبة الطفل غالباً أخلصها، وحتى ما مو دائماً. بس شوفوا يا جماعة الطاولة كذي، كأنه في الأفلام اللي كذا. هنا غالباً كأول حلقة تصير جريمة قتل ولا حاجة زي كذا، غالباً هنا كذا. تم وصول الطلب يا شباب، الدجاجة ما أدري كيف الوضع يا شباب. حان وقت التقييم. أول شيء البطاط. البطاط حلو، ممتاز البطاط. دجاجة غريبة يا أخي. ها كويسة، الشكل المفطح غريب، بس وجدت مع وجبة الطفل خبز مكسر مدري إيش ذا. صح أسحب عليه. يا شباب هل ذاك أنا بس في الماضي؟ هل هو أنا؟ نظرية هل قابلت نفسي للتو من ضمن السفر عبر الزمن؟ اكتبوا لي في التعليقات ولا أنا مضيع. خلص أكل ونكمل الرحلة، هيا بنا. يا جماعة شوفوا إيش لقيت. يضحك الأصفر. يا جماعة لقينا بيت المينيون، ندخل. تسمعون صوته؟ يلا شكرا، ندخل البيت. Alright folks, welcome to Minion Mayhem. We ready to become minions today? Yes. Alright. نصير minions. يا شباب فهمت التجربة. هنا نجلس وكذا في حركات وذا. العاب. طرنا. يا جماعة طرنا والله. أبو سالم الخضخضة. أو ماي جاد. طبعا اللي قدامي كذابة، جالس يتحرك بكذب زايد. صرنا مينيونز خلاص رسمي. خيالية مرة صراحة التجربة، 10 من 10، مرة حلوة والله. خلونا نتمشى زيادة ونشوف ايش عندنا بعدها. يا جماعة الخير شوفوا ايش حصلت. هلا مريكم فايتينج، تجربة كونفو باندا.
ولو بيكون في باندا أسطورة من أفضل أفلام بالنسبة لي. فهمت هذا اللي هو استوديو دريمووركس. دريمووركس هو اللي هذا تعرفون هذا اللي في الأفلام يجي دائما في البداية. ألعاب شوفوا كل الأفلام اللي مسوينها هنا. ميجا مايند تذكرون هذا براس. أوه بوس بيبي ستوري. يا جماعة شوفوا هنا في المتحف في أشياء هذا أذكره في كونفو باندا كان القناع. عطب الكهرباء. هذا كأنه سينما بس أتوقع نفس الشيء الكراسي تتحرك. شوفوا سينما كبيرة. Hey everybody, are you ready to go? تتحرك. Okay guys, go! خيلو نطر كلنا نجيب زينة. You're such a good son. Oh, hey, you there, Mr. Butterfingers. Be careful with that. Hang on everybody, just keep flying around. Imperial Palace, here we come! جماعة تخيلوا في موية يطشر علينا. شوفوا كيف النجوء هذا اسمها اللي تلمع في الزوايا اللي تلمع. هذا مسارق اللي يبغى كلب هو عليك يكون. This is for the emperor. We're here. The dragon warrior. Your imperial highness, it is with great pleasure to offer this fire tang. Really? I will defeat you in the spirit realm. Wow. Wow. That's a tang. You're outnumbered. اقسم بقيت الاشي خيالي يا جماعة. ربي هذه بالنسبة لي افضل من من حق المينيونز. مرة قوية قوية وهي تتنقل وذا مرة اسطورية. خلونا نتمشى زيادة ونشوف ايش فيه. يا شباب لعبت كم لعبة بس كان التصوير ممنوع. في لعبت ذا سيمسون وقبلها لعبة بس كلها ممنوع التصوير. دحين خلصنا القسم اللي فوق. القسم اللي تحت باقي. القسم اللي تحت في عالم ماريو كذا. يعني انا قلت ما راح شيء كذا بس يا اخي القلب ما قدر. راح امر عليه على السرير كان شيك نشوف الليلة. بس انتم قد شفتوه يعني. في كم تجربة ابغى اجربها. توقع في ذا مامي الفيلم مرعبة مرة مومية وكذا. ما ادري هل مسموح التصوير الصراحة ولا لا. بس خلوني اوريكم المنظر كذا. والله بدت الزحمة تزيد بشكل مو طبيعي. خلنا أوريكم بس دقيقة. هذه المدينة وكذا مناظر. وهنا في تجربة جالسين يسوونها جديدة للفاست اند فيوريوس. وهذا هنا ننزل تحت. شوفون تحت هناك في مكان زيادة بعد. يا جماعة شوفوا هذه الاستوديوهات حق يونيفرسال نفسها. هنا شكلهم مصورون الأفلام وذي الأشياء ولا ما أدري. صرفت لكم المعلومة من عندي. وهناك عالم ماريو شوفوا بعيد. زوم لكم. هذاك عالم ماريو. يا جماعة شوفوا ها هذه التجربة. ذا مامي. اقطع أم الصورة بحالة رعب. شوفوا كيف تخوف. الله يخارجنا. الله يستر. يا جماعة ركبت تجربة جوراسيك وورد. والله يخارجنا. قطار الموت وشكله زيادة فيه موية. راح نتوسخ موية حتى نشبع. خلنا نسوي كذا احتياط. بدينا نطلع بدينا نطلع. Oh my god. سرندمت سرندمت. أبغى الرعب ولا هذه. أوكي. يا موية بس كذا نتمشى ذا. الأمور طيبة. شوف شوف هنا. اقطع شكله
يرمش أم السمك كله. يا جماعة في شلل مرة خرافي خرافي. شوفوا قدام. ما عليكم من الديناصور، شوفوا الشلل اللي فوق. نفس الشلل اللي في جيزم موجود في الجبال. نفسه. بالضبط. أي. رهيب. عسكي. يقول لك في ديناصور هرب. هذا اللي ما حسب. شوفوا الباب، كسروا الباب. الباب في المخالب حقه. شوفوا هذا الديناصور يقول لك عنيف مرة بس ذكاءه ضعيف. واو دوي. حتى فين نطلع عبدو؟ واو. ألو؟ ما نشوف شيء. أوه ماي جاد أوه ماي جاد. موي موي. شوف الديناصور الكبير ابلع شكله. اوف عبلة. خلص ما ابغى ضروري اشوف الصوره حقي. يا جماعه طلعت الصوره راح احطها لكم في الايديت هنا في ذا شيء على راح اموت. نبغى نروح للتجربه، تجربه الرعب ذمامي. حرقنا يا جماعه، هذا رسميا حرقنا. خلاص ما اقدر اتحمل. يا شباب بعد اللي صار الرعب خلاص لازم اختم الفلوق، بس قبل ما اختمه بيتزا. تعال سام هديت شويه. طيب شباب اتمنى انكم استمتعتم لوس انجلوس. احس اني ما صورت يعني اشياء كثيره وكذا انه لوس انجلوس وذا، بس ان شاء الله استمتعتم بالفلوق، وانتظرونا في الفلوق الجاي المفاجاه اللي راح يفاجئ الكل. اتمنى انكم استمتعتم، لا تنسون اللي مشترك اشترك واللايك، نشوفكم على خير في امان الله.